شمابو برو روحو قديشو حضلوه شاريرو أمين. سيدنا الغالي نيافة الحبر الجليل مار ديونوسيوس جان قواق الجزيل الاحترام بارخ مور. شكرا سيدنا لوجودك معنا بهالليلة ليلة الصلاة. لا تصلي معنا وتبارك وجودنا بنعمة ربنا. طبعا نصلي نفرح بهالزمن الميلادي المقدس. سيدنا جان كل ما بيكون عنده وقت حريص يكون معنا بهالريسيتال، دائما حريص اذا وقته بيسمح له. سيدنا رح يكون حاضر معنا ورح يكون ايضا يوم الاحد بكره يترأس قداس الاحد الساعة 2 مشان كلنا نقدر نتابع المونديال ونجي نصلي مع بعض. بارخ مول سيدنا واهلا وسهلا فيكم بكنيسة مار متى كنيستكم. الله يديمكم. ابونا الغالي طوني كسيح كاهن كنيستنا السيدة عذراء بيوستر اهلا وسهلا فيك. ضيوفنا الاحبة بكنيسة العذراء ويستر كنيسة مار افرام رود ايلاند. ضيوفنا بكل مكان شرفتونا. اهلنا بكنيسة مار متى اهلا وسهلا بالجميع. نشكر ربنا على فرصة جديدة عم نلتقي بهالزمن المقدس نصلي نرنم نفتح قلوبنا بهالزمن. يسوع يدخل بيوتنا، هو حاضر دائما دائما حاضر اذا فتحنا الباب. ان شاء الله يا رب بهالزمن يدخل قلوبنا لبيوتنا يدفيها. كلنا بحاجة، كلنا بردانين بحاجة لدفى يسوع المسيح. خلينا نصلي مع بعض نفرح ونرنم بهالسهرة ونرجع بثمرة مقدسة بزمن الصوم زمن الصلاة. وتكون يا رب أيام مباركة وسنة جديدة مباركة على بيوتنا عائلاتنا على بلادنا كل بلادنا بالشرق وطبعا على بلدنا الحبيب هون يونايتد ستيت بلدنا اللي استقبلنا أمريكا عم نعيش فيه بكرامة لنمجد اسم ربنا. نشكر الله على هالأمسية والشكر دائما لهالجوقة اللي عم تتعب دائما عم نحضر من 3 شهور واكثر لنقدم هالعمل عمل التسبيح والصلاه. ربنا يبارك حياتكم عائلاتكم كل تعبكم وكل الحاضرين معنا. طبعا شماس رازي سورياني دائما خادم هالجوقه وقائد هالجوقه له الفضل الكبير يجمعنا ويقدم وقت وتعب وحب وصلاه لنمجد اسم ربنا. ان شاء الله بتكون امسي مباركه بنعمه ربنا. امين. ورح نطلب من نيافه سيدنا المطران يفتتح لنا هالامسي بالصلاه. تفضلوا سيدنا. تفضلوا كيف؟ شيماء ابو ابرو روح حي وقديش وحاضر وشهير وامين. نشكرك يا رب على كل شيء بتعطينا اياه. بنشكرك على وجودك بيناتنا، بنشكرك على تجسدك لمجيد واخذت طبيعتنا البشريه واعطيتنا من طبيعتك يا رب. لما تجسدت وقتها ما لقيت محل ببيوتنا وبايد بردان، ما كان في لك اي مكان تدفى فيه. اليوم يا رب في عنا كثير من اخواتنا واحبائنا بردانين، ساعدنا يا رب نحن الدفيانين انه نحسن نمد ايدنا لنساعدهم ليتدفوا لحتى يحسنوا يشبعوا كمان من كلامك من طعام. يا رب بارك هالرعية، بارك هالجوقة لكل سنة عودتنا انه ترنم لتسبحك وتمجدك وتعظمك. بارك المسؤولين عنا كاهن هالرعية وجميع الموجودين
وكل رعايانا وخاصة رعايانا بهالمنطقة بنيو انجلاند. نرفع لك ايدينا ونقول لك يا رب ابون بشمايو نتقى داش شموخ تيثة ملكوثوخ نهوى صبيونوخ اي كانوا دشمايو برعو هبلان لحمو تصنقونان يومونو واشبق لان حوبين وحطوين اي كانوا دفحنان شباق الحايبين لو تعلن نسيونو ايلو فاصولا من بيشو ميتو ديلوخي ملكوثو ايلو تشبحتو العالم والمين امين. Thank you very much. مساء الخير. Good evening. I would like to ask you all to mute your cell phones, please. This will be it will disturb the sound system. Thank you. في عيد الميلاد نسبح ونمجد الطفل يسوع، الكلمة الذي صار جسدا، قائلين سبحان الكلمة السر العظيم، ومرنمين مشيحو إثيال بغير بيت لحم، ولد المسيح في بيت لحم. نبدأ الرسيدال بمجموعة ترانيم من الطقس السرياني. اللحن الأول من ألحان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية على مقام البياض، واللحن الثالث على مقام النهوان، أداء كورال مارمتا. Thank you.
شمعة حبيبي المخلص رب المجد. فضاء نجم الليل واهتدى المجوس إلى سيد المغارة حيث ولد.
ترنيمة قرب المذود على مقام النهاوند من كلمات وألحان جميل توفيق وأداء ميري خياط ملو. يوسف النجار احتضن يسوع في صباه
ورافق العذراء مريم في مسيرة حياتها مع يسوع، فاستحق يوسف الإكرام. ترنيمة يا صاحب العيد لك السلام على مقام الحجاز من كلمات جميل توفيق، اللحن مقتبس وأداء توني سباتو ميري خياط. Thank you.
يعود ليلي عين الطفل الما بيفرق قلبه بين دين ولون يا يسوع جايب هالليلي طول الطفل بأجمل عيلي وهديت حبك ميلادك عنا بمغاره يا يسوع جايب هالليلي طول الطفل بأجمل عيلي وهديت حبك ميلادك عنا بمغاره هللويا 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 فرحة هالعيد مخبأ بأنوار وزينة وألوان هيدا عيد الرحمة وعيد الحب المولود بإنسان يوم بتكمل فرحة ميلاده لما الحب يدوش أعياده كلمة الله بتجمع ولاده لما يعيشوا الغفران يوم بتكمل فرحة ميلاده لما الحب يدوش أعياده كلمة الله بتجمع ولاده لما يعيشوا الغفران هللويا 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 shivering in the cold while animals around him are trying to warm him up. Shepherds announce that a king is born and bringing goodness and joy to people on earth. Do I hear what I hear? Do I see what I see? A song is written by Noel Regini and Gloria Shane. The Arabic version of the song is written by Majd Karkur. Singing performance by Al Marishi. Shepherd
The angel said to Mary, "Don't be afraid, Mary. You have found a favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. Our youth will sing two songs. Mary's boy child, Jesus Christ, is written by Frank Farian, Fred J., Jester Hurston. The second song, O Little Town of Bethlehem, is written by Harry Simon, Philip Brooks, Lois Redner. Performance, Bella, Michelle, and Sandy." We'll wait for our youth. It should be here.
من سكون الليل جاء الملاك مبشرا بفرح عظيم، ولد لكم مخلص ومدبر. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. مجموعة ترانيم من الطقس والتراث السرياني هورو عين بوفرتو مالاخو من شيليو عيرو من رومو، من تأليف وألحان الشماس عبد المسيح قرباشي على اللحن السادس والرابع من ألحان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية ومقامات العجم والرست.
ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. غلوريا هارك ذا هارولد إجراس العيد روح زورون ببيتون Go tell it on the mountain بريخ يلد ديامون Oh come all ye faithful جينجل بيلز. ننهي بمجموعة أغاني ميلادية سيؤديها أطفال كنيسة مارمتا ومعهم كورال الكبار والشباب. Can we invite the kids now to the altar, please? Before we start, we want to you to participate with us in the medley. We want you to clap with us, but a certain clap. بدنا اياكم تزقفوا معنا زقفة معينة. بس لما بنقول روح زورهم ببيتهم. Only on روح زورهم ببيتهم. We'll let you know. I'll turn around, I'll clap you. But first, I want to teach you. بدي اعلمكم الزقفة. It's really easy. دوم دوم تك. دوم دوم تك. واحد اثنين واحد. ممتاز. When the time comes, لما بنغني روح زورهم ببيتهم, when we sing روح زورهم ببيتهم, go tell it on the mountains, you will clap with us. Thank you. Thank you.
Oh,
First, thank our Lord and you, because you were behind everything beautiful we heard today. لاحظتوا معي شغلة كتير مليحة. أول ما طلعوا الصغار تحسن أداء الكبار. غاروا. تعرفوا رح احكي بالعربي، الميلاد مع انه كثير مناسبه فرحه انا بحزن فيها، لانه ربنا اجى يعطينا السلام ونحن عم نعيش بدون سلام. ربنا اجى يزرع المحبه ونحن ما منحب بعض. شو بدي ساوي لبعض؟ يعني نحن هيك. ربنا قالنا نساعد المعتاز ونحن كتير أيام منخلي إيدنا هيك شوي تلعب ملاكمة هيك. ضحكوا معلش، خلينا ما تكون كلها سيريز. هالسنة ونحن عم نحتفل بميلاد ربنا يسوع المسيح، ما فيني لا اتذكر، واكيد قريتوها بالكنيسه الاسبوع الماضي، رساله سيدنا البترك اللي عمل a beautiful initiative and he called it warm Christmas. نحن even though يعني outside the church is 35 but we are warm here. احنا مدفايين ومرتاحين وشبعانين وعين الله علينا. اهلنا بسوريا ولبنان ما نون دفيانين، ما نون شبعانين، معتازين كتير. بترجاكم مثل ما انتم دائما كريمين، كونوا كريمين مع مبادرة سيدنا البترك، وخلي هالكريسماس يكون warm for our fellow سريوي back home. Please. كثير مهم هالموضوع. سيدنا, I would like to interrupt you and tell you that St. Matthew's Church has raised $8,000 for this initiative. Wow. Thank you. So,
نحن عم نحتفل بميلاد ربنا كل سنة ب 25 كانون، لازم ربنا يولد in a daily basis in our heart. في ترتيلة اليوم ما أعرف ليش رازق ما حطها بالبرنامج إلا إذا بده يعمل ليها مفاجأة. بتلخص الميلاد وأنا مللتكم من كثر ما بعيدة. بتقول ليلة الميلاد يمحى البغض، ليلة الميلاد تزهر الأرض، ليلة الميلاد تبطل الحرب يا رب، ليلة الميلاد ينبت الحب. بتكفي بتقول عندما نسقي عطشان كأس ماء نكون في الميلاد، عندما نكسي عريان ثوب حب نكون في الميلاد، عندما نكفكف الدموع في العيون نكون في الميلاد، عندما نفرش القلوب بالرجاء. آمين. ما رح كفي، هذا هو الميلاد أحبائي. الميلاد إنه يسوع يكون فيه له مكان بقلوبنا، الميلاد إنه يسوع يكون فيه له مكان ببيوتنا. يعني أنا كثير بسأل ناس منكم وين مكان يسوع ببيوتكم؟ هل هو على جنب ولا بالسنتر؟ It should be. برافو. Thank you very much. Somebody answers. Jason, it's you? Yeah. In the center. يسوع لازم يكون مكانه بقلب البيت، بنص البيت، جواتنا. لازم هو يكون النار اللي بتدفي كل البيت. أنا بصلي بعد ما بشكر ربي وبشكركم كلياتكم إنه يسوع يولد كل دقيقة وكل ساعة بقلوبنا ونحسن، ونحن عم نحتفل بميلاد يسوع اللي ولد وهو بردان، انه نحسن نساعد الاخرين ونساعدهم حتى يتدفوا. ميلاد مجيد، ولد المسيح، هللويا. تودي ساقي يطول عمركم. يلا Oh,
Thank you for the musicians, and because they play instrument, music instruments. And by the way, Rebecca did all the music charts for us, all the tunes. She wrote them, Syriac, Arabic, English, all of them. Thank you, Rebecca. So as a token of thank you, we would like to present for each musician this beautiful book composed by Deacon Gabriel Aydin of our church in Worcester. It is somehow, Rhode Island, I'm sorry. For the first time, all the tunes are charted in a nice way. So we'd like to present for each of them this book. Rebecca? Rebecca, thank you very much. Basim? Sam? Akram and Mira. Mira, thank you. Merry Christmas, كل عام وانتم بخير, ميلاد مجيد, نعاد عليكم, ان شاء الله نشوفكم بسنوات قادمة. ربنا يعطينا الصحة والعافية. الضيافة في بالصالة ريفرشمنت, so please join us in the refreshment. You're so welcome. هللويا هللويا.